أنساتي سادتي، بعد هذه الوصلة الرائعة من لهلوبة المسارح لوبا، بليز ويلكم المنى. شباب شو عم تعملوا هون؟ بلشنا العرض، شو قصتكم؟ عم نصلح لمبة لامبادير كسروها امبارح للمسلين. بعد ما خلصتوا تظبيط الديكور؟ بده كتير صيانة، شو بدنا نلحق تنلحق؟ ولك اختفوا هلا بعدين بتصلحوه، بلشنا الشو. طيب ها؟ عمره ما يتصلح. مشي خي مشي. عن جديد. مشي. سيداتي أنساتي سادتي، بعد هذه الوصلة الرائعة من لهلوبة المسارح لوبا، بليز ويلكم المونولوجيست الأول في المتوسط باخص باخص. جورة أغمق من جورة وزفت برق السيجارة، صورة تتكي عش صورة وطرقات بلاقي نارة، وكيف إلكن عين يا أهل الخير تمشوا علي قنون السير، كيف إلكن عين يا أهل الخير تمشوا علي قنون السير. ما في أمن ولا أمان ولا رياحة ولا بحبوحة، لا تعليم ولا ضمان ولا تقاعد شيخوخة، وكيف إلك عين يا حبيبي علي تفرض ضريبة، كيف إلك عين يا حبيبي علي تفرض ضريبة. هكذا بدأت حياتي الفنية كمؤلف ومؤذن لكلمات انتقادية ساخرة تكون لسان حال الناس، وبرفقة صديق العمر كضابط إيقاع كنا نشعل المسرح كل ليلة. كهربا مندفع مرتين ومي بالحنفي ما فيش، رجعنا تنعب من العين وانترنت جاي تقطيش، وبعدها الدولة الأمورة عبيت بتبعت فتورة، بعدها الدولة الأمورة عبيت بتبعت فتورة. يا هصوات المبحوحة ما فينا وبهالبلاد، طال ما سلي مقدوحة وتحت برميل الفساد، كيف إلك نفس وإلك جلد سميها الفوضى بلد، كيف إلك نفس وإلك جلد سميها الفوضى بلد، كيف إلك نفس وإلك جلد سميها الفوضى فوضى فوضى بلد. إن رأيتموه في الطابق العلوي صحيح، أما في الطابق السفلي فهو تخيلات، مجرد تمنيات بأن يكون لي جمهور يصفق لفني ويردد أغنياتي، ولكن للأسف لم يكن يشاهدنا إلا زبون دائم وحيد وهو مدير الملهى الذي طردني وصديقي لاحقا. طلعوا لبرا انت وياه، اعطينا فرصة بعد انت وياه، طلعوا لبرا بعد ليلة وحدة بس، الله يخليك لبرا انت وياه، طلعوا عمرك ما تقبل، بكرة فرجيك أنا مين عفوقة طز عليك. وفي تلك الليلة وبينما كنت أبكي يائسا في أحد شوارع العاصمة، صادفت امرأة تقاسمني الأفكار نفسها، فكلانا كان يفكر بالانتحار، فهي خارجة من قصة حب فاشلة وأنا خارج من ملهى ليلي فاشل. جمعتنا المصيبة وعززت بي زينة شغف الكتابة، كتابة الأفلام الفاشلة طبعا، فكان مصير أفلامي جارور كومودينة المسوسة. ناضلنا 6 أعوام ووعدتها بالزواج حين أبيع أول أفلامي، وفي السنة 7 أتى الفرج على يد أحد المنتجين، وكان الفيلم كوميدي بعنوان بيضاء الثلج تلتقي سندريلا في نوم الأميرة. شو اسمك؟ بلانش نيج. نعم بلانش نيج، محقق وأطرش كمان. بلانش نيج ما غيري؟ ليش في غيري؟ وشو بتريدي؟ بدي طلق. بدك طلقي جوزك فخامة الأمير؟ لا هيداك ما اتأخدته طلع نص عنص. الأمير اللي باسك توعيتي طلع نص عنص؟ ايه ليش مستغرب هالبوسة وهي كانت؟ هيدا الماكسيموم، أكتر من هيك انسى. بعدين من عقلك كنت ميتة؟ أنا نومة تقيل ما في شي بوعيني، بس ريحة تمه للأمير بتوعي الحجر. طيب مين بدك تطلقي هلا؟ من 15 سنة جوزت واحد أكبر مني بشوي. إيه هلا صار أكبر مني بكتير. فهمت عليك. فبليز افتح لي دعوة طلاق. بحجة شو؟ خيانة زوجية. إيه بس بدك شهود 2 على القليلة. ما تخاف عندي 7. دكتور أنا كتير مقهورة. رؤي يا سندريلا قولي لي شو حاسي بالضبط؟ نفسيتي عم تجعني. هيدي التهابات نفسية، في حرارة. من ميلتي إيه بس من ميلته أبدا، بالراس.
يبدو منك سعيدة بحياتك الزوجية. ايه العمى لي انا اللي بدي اسألك ليه العمى، ما انت الدكتور النفساني. عم بسأل حالي ليه؟ يمكن هو تغير؟ لا بعده بيركب حصان وكل سبت بيعمل حفلة ملوكية وبيفتح شامبانيا. لكان انت تغيرتي. هو هيك بيقول، قال انا نصحانة وبطلت سكسي وخدودة ورمانيين وشو اسمه النازلين وشو اسمه كبراني، حتى اجري مش عم بتفوت بسكربيني رح تنفزر كل ما جربها، واذا ابتزعت سكربيني بتبتزع قصة حبنا الشهيرة. ايه جربت عفي ترجع تفوت سكربيني. طب مش عم بقدر، ما صرت زقت لاربع اولاد جسمي تلخبط. طب ما انا مرة بالنهاية، ولو ساندريلا بدل مرة. اتضايق لكم مجوزين من وقتها ما قست سكربيني. وانت برايك في خياني؟ عم تسالني الي ما انا جاي اسالك. طبعا في خياني، والا ما جيتي لعندي. اكيد، ما هو ايام رجعت لورا ومدياته ما بقى مثل قبل، بيو بطل الملك، عملوا عليه ثوره بالربيع ونزلوه عن العرش وحجزوا له املاكه. يعني عم بفكر يتركني ويتجوز وحده من بنات خالتي. قال الجمال مش كل شيء بيروح، بس المصاري ما بتروح، وبنات خالتي ما عم ضبطها. بيو كان يشتغل على البار. انا كنت النايمة عفاف، هو اللي اجى باسني وعاني مش هيك؟ ايه هلا هو بضل نايم وما بيوعى لو ضليت للصبح بوز فيه. لك صار يحب النوم اكثر مني مخلوقه، هو بينام على التعزيل والطبخ والنفخ والولاد. يا ريت ضليت نايمه وبلا هالجازه كلها. دخليك انت ليش عيونك كبار ودماغك كمان؟ ليش مش عم فيكي تحكي؟ ليه مزبوط بالعواوي لك نصير. كيف لقيت الفكره استاذ؟ الو استاذ بعدك معي؟ ايه معك. بس ما في ولا غنية ولا رقصة، شو هالفيلم هيدا اللي ما في استعراض؟ منحط استعراض استاذ. بعدين منصح لي سندريلا، كنا متأمنين نجيب ناس على سحبتها السابقين. ايه بس بوصل ليش بعد محافظة على جمالها مع انه سمرت شوي على السولاريوم. والجميلة النايمة يعني بتبشع ندفع عائلة النوم، الله يساعدها عندها عائلة اسم الله. بدنا ننقي أربعة طبلية. ثلاثة ما شافروش كومبارس غير متكلم ما بين عواوي استاذ. طيب وذكورة مين؟ في فارس الأحلام هو الشرير طبعا وبفوت بينوكيو بنص الفيلم. يعني بدك يمثل منخار وطويل. الضربة ما بقى فيه ممثل منخار وطويل، كله عامله روتروسي وبدون عملية. إذا شي بتلعب أنت الدور. طول عمرك. إنه شو استاذ مو مبروك؟ عمل لي فيه استعراض وبعت لي النص وبنبقى بنحكي. انه عزوقك لانك المستقبل معلق بموافقتك، ما فيي اتجوز الا اذا حضرتك اخذت النص وبدنا نتجوز على العيد. بنحكي، ما تنسى الاستعراض. استعراض استعراض تكرم عينك. صبايا بنيت افكاري، لو حد الذكر بين سندي وبلوش وبيلا متفقين على الذكر الوحيد بينوكيو. اميره النايمه وين رايحه؟ رايحه نام. يلا هي يا هي جو. حاجي تسأل بالشرف عن أصلي وفصلي، ما تحكيني بالشرف بطل هالخصلة. ما هي غير الهوة، هو مصدر القوة. انت عامل ومسوي وبتسأل عن أصلي، شرف عندك مغطى بقشرة بصلي. كيف لقيت الفكرة أستاذ؟ بده شغل كتير. نشتغله؟ ما عندي وقت، بدي أنزل بالفيلم قبل العيد. ما العيد بعد جمعتين ما منلحق. أنت ما بتلحق، بس أنا عم صور. شو عم صور؟ فيلم جديد. يعني فيلمي؟ لا فيلم حدا تاني أسرع منك بكتير، خيرة بغيرة. وفيلمي؟ ما قليلك خيرة بغيرة. وصحبتي؟ خيرة بغيرة. بس أنا صلي سبعة أشهر عم بشتغل على فيلم، على رعب، على ميوزيكال، على دراما، على حب، على العبها بقلبك، بلاش صور يا حيوان! قلت لك انا مديون محروس الليفه وانت بلا تصور فيلم من افلامك السخيفه. شو بدي اقول لصاحبتي ناطره صار لها سبع سنين بنات افكاري وين رايحين؟ على الجرور يلعن حظنا، ضروري نخلق بنات افكارك. شوف شو تركت لك صاحبتك يا سطله. شو ها؟ رساله بتعجب خاطرك. الله يستر. باخوس؟ نعم. اسمعني منيح. هيك باخوس حيف ما في حبيبي؟ انت بطلت حبيبي. لا بقى نطرتك كتير، ما رح فيك تتجوز بالوضع اللي انت فيه. ايه بس انا ما في اعيش بدونك زينة. جمعتين زمان وبيمشي حالك. شو هالحكي؟ مرسي على الايام الحلوة اللي قضيناها سوا. ولو تكرم عينك بس. بس انا ما في ضل عايشة بالاحلام. لا مش بالاحلام. ولا بالافلام. بعرف ما عندك شي تقوله غير خليكي بعد. ايه هيها خليكي بعد كرمالي. لو بدها تشتي كانت غيمت. مغيمة شوي برا بتصدق ايه؟ باخص ما تزعل. شو يعني خلاص؟ لو بالصفحة. ما بقى بدي اقول لي فتش على حدا تاني. ولك كيف عم تحكي هيك؟ قصدي كاتبة هيك ولا ولاش؟ انا بعرف عيش مع غيرك. انا اخذت اغراضي. عن جد عم تكتبي؟ ما بقى بدي اترك شي ذكرك فيي. ما تركت علي على القليله. باخص؟ شو؟ نساني. ما فيي. باي. لحظة لحظة. انتبه على حالك. لحظة ما توقفي كتيبة، لحظة ما في صفحة زنزون، لك تركي ليش سطرين بعد ولو؟ مش مزبوطة تتركيني هيك، طب ما بعمل ديبرسيون انا طيب.
في مجال تاخذي نفس ونحكي عروي من الاول وعروي. شو فيه باخر؟ نعم اسمعني منيح. انت اسمعيني، انت بطلت حبيبي. انا حبيبي غصب عنك، نطرتك كتير. انطري شوي، انا مستعد اتجوزك. ما راح فيك تتجوز بالوضع اللي انت فيه. وقفي وما تكتبي نفس الحكيات واسمعيني، اذا بتفلي على طول راح افلق راسي بالحيط. جمعتين زمان وبيمشي حالك. شو هالحكي؟ مرسي على الايام الحلوه اللي قضيناها سوا. كرمال الايام الحلوه ما فيك تعملي هيك. بس انا ما فيي ضل عايشه بالاحلام. وحياتك راح بيع الفيلم ولا بالافلام. خليكي بعد، خليكي بعد. بعرف ما عندك شيء تقوله غير خليكي بعد. طيب راح غير، ضلي شوي، ضلي شوي كرمالي. لو بدها تشتي كانت غيمي. بعد مغايمي برا. باخص ما تزعل. زعلت. لو بالصفحه. لابتا اوريدي. ما بقى بدي اقول لك. مش رح اقول لك اصلا بدون ما تقولي لي. فتش على حدا تاني. ما تعطلي هم، واقفين بالصف. انا اخذت اغراضي. اخذيهم كلهم. ما بقى بدي اترك شيء ذكرك فيه. حتى تعلي اتحشيهم ما بدي اياهم. اتحشيهم بخزانتك، ماش بدي اياكي. باي. خلاص تركتيني؟ ايه. انا فت بالديبرسيون. انحطاط جسدي، قطع قبليه، بكاء بلا سبب، ما بقى في شيء له قيمه، احباط شديد. شديد كثير. ارتخاء بالعضلات، اصفرار بالوجه، تفكير بالانتحار. لا مش هالقد، انه في يعيش بلاها. خذ هالادويه وصفهم. كلهم؟ اللي بيبعطيني اياهم، ما انا باخذ منهم كمان. بتعرف شو دكتور؟ بحس انه لا ما في يعيش بلاها. بدك تقرر فيك ولا ما فيك؟ فيي، لا ما فيي، بلا فيي، لا ما. اخذت الادويه؟ كلهم. اف، انا شلت ايدي منك. بون فواياج. خلص دكتور قررت ما فيي. ما بقى لها طعم الحياة، بدي انتحر. بس كيف؟ بالإدوية ما عم بيأثروا، سلاح ما عندي، الغاز خالص. لقيتها بالحبل. أي حبل؟ حبل الغسيل. انطر ينشفوا غسيلاتك. مش رح انطر، هلا بدي انتحر. لا أهبل، معقول عم تنتحر كرمال وحدة؟ كرمال شو بدي انتحر يعني؟ كرمال واحد؟ ما في وحدة تستاهل تعصب كرمالها، بتقوم تنتحر؟ لأني بحبها. حمار! يطول عمرك. في عارف مين حضرتك وجيبك لعندي؟ معرفتي طلع فيه مزبوط. وجهك مش غريب. انا البرنس الحارق سلافي بقصصك. ما تقلي الامير اللي وقع بلاشناش. والاميره النايمه وسندريلا. انا اللي عربشت على شعرات اميره البرج وخلصت شابين روج برحله صيد. انا فارس الاحلام. ايه بس انا بعرف الامير شاب. كبرنا يا اخي. ادق لك هالقصص تعرفهم. من زمان. اكل عليهم الدهر وشرب وعلينا كمان. بس اسم الله عليك بعدك محافظ على حالك. لاني بعدني بحب النسوان. كيف جيت لعندي؟ على حصان. ونو؟ اعطيته للفاليه. طيب في يعرف شو بدك مني بالضبط؟ جاي وعيك. وعيني؟ وعيك من هبلك، ما بيهيني علي ابدا حدا من جنسنا يكون مغلوب على امره من مرة. فهمت عليك. من بعد التقاعد تفرغت للاستشارات العاطفية، مشان هيك جاي اعطيك الرسالة لتغلب اضخم مرة. ايدي بزنارك. شو رضيت علي هلا؟ انه بدنا خبرتك يا برنس. فيك تعيط لي دكتور اذا بدك. ليش انت طبيب؟ طبعا، درست 40 سنة طب. طب شو؟ طب ويس. أنا بوصلي بتخلي القصص تنتهي هابي أندينج. إيه بس بالقصص الخرافية. ليش الحب شو؟ مش قصة خرافية؟ معك حق، أنا قصة طلعت تفنيس كمان، خرافية مع فتح الخي. عمول مثل ما بقول لك وشوف كيف بترجع لك دبدبة. عن جد كيف؟ فتش على غيرها. بس. خلا تعرف إنك بعلاقة جديدة، وجديدة تكون أحلى منها. ما في أحلى منها. شفت إنك غشيم؟ طيب وين بدي لاقيها؟ شد حالك، صدق إنك تصير بتصير، ما بقى ترد عليها. وبعدين؟ لاقي علاقة جديدة. ما حدا بيقهر المرأة قد المرأة. حقيقي معك حق، بس وين بدي لاقيها؟ انت نوي وهي بتجي لعندك. نويت. افتح الباب. اجيت. لك افتح. هلو. روحانا صديقي جيت بوقتك. كيفك باخص؟ مش منيح عشافير الانتحار. خير. تركتني زيزي. ايه ولا عمرها ما ترجعي الخسرانة. ايه بس انا محبط دي سبسي. ما بيقولوا دي سبسي، بيقولوا دي سي. باخص مش كتير باللغات خصوصي بالفرنساوي. عفوا مين؟ ما عرفتك. نيلي خطيفتي. موسوار باخص. موسوارين. قلت لي حلو بس ما قلت لي هالقد. ميرسي بوكو. نيلي معلمة مدرسة بتعلم فرنساوي للصغار والكبار. ليش انت كبرت يا صديقي؟ بعدك ولد بريق. لك ما زين زيزي وعملي فيك هيك. ما تذكرني زينك كان زينت حياتي. ايه بس بيناتنا ما كنتوا لابقين. انا ما كنت بدي اقول لك بس وينك وين؟ مش تبادل وخيبتي احلى. معلوم شاب مثلك ميت وحده بتتمنى عليه. ميرسي بوكو بس وين؟ هلا ارتاح شوي بعدين بتلاقي عروق. خطواتك لتطلع منها ليلى حيهضم. بالعكس لازم لي احد على السريع. 100% هيك قال البرنس. اي برنس؟ ماشي انا كنت عم بقول لحالي بزيكولوجيك ما بركي بقدر اطلع من الزنزون بس مش عم بقدر. لازم نعرفه احد على السريع. مثل مين؟ حدا من رفقاتي، في عندي كثير رفقات بنات لذيذين وعزابه. شو بدك بهالشغله؟ ما تحطي ايدك تحت بلاطه سريع. حرام لازم نساعده. خليني اعرفك احدا. ما مش قادر مش قادر. شفتيه؟ ما بتخسر شيء، على الليل بتكون ظهر ظهره وتسليت، لازم تطلع من الجو اللي انت فيه. قولي هيك معك حق. شو رايك نعرفه على ارسولا؟ ارسولا ما غيرها؟ مين ارسولا؟ زميلتي بالمدرسه معلمة فرنساوي. ايه بس انا فرنساويتي بتعتير، انا انجلش اديوكيتر. ما تعتبر هم احنا حدك بنترجم لك. شو هالشده يا جده؟ لا بكي على الفاضي. لا مش على الفاضي،
هلا هي فرانكوفون بس كتير لذيذة نفسية حلوة بنت عادي خرجك تمام. طيب كيف بدو يتفهموا مع بعضهم؟ ما هي فرانكوفون وهو ناوروفون. أنا بعد ما كم كلمة فرنساوي بتدبر حالك فيهم. بعدين هي مثلك أختيس. هي بتكتب أفلام كمان؟ ليش أنت بتكتب أفلام؟ واو ليه ما قلت لي؟ قلت لك بكتب. بس ما قلت لي أفلام برافو. هلا بعد ما بعت ولا نص بس إنه بكتب وبشقع بهالجرور. وأرسل شو بتعمل كمان شقيعة؟ رسام كتير بترسم حلو. وني؟ يلا. منرتب معه موعد بهاليومين إذا بدك. نحسمها على العشاء. ليش لا وين بدك؟ هون عندي مشان البادجت. مهضوم. تقبل؟ أكيد. تقيلة. قبل مش لازم تتعلم كم جملة فرنسية ولا تدبر حالك معه شوي؟ يا حبيبي. أنا حاضر. أوكي. الدرس الأول. دوموزيل في فوت على التواليت. بونجور سافا. هودي عربي هاو بدي فرنسية وبدي عزبك. عندك انتريسون. كثير مهمة هالكلمة، شو ما قالت بتقول لها انتريسون. شو يعني انتريسون؟ يعني شي مهم. انتريسون. أكثر أكثر اهتم أكثر. انتريسون. سان سان. أه؟ ولا لشو؟ سان سان. وعندك كمان سافو لابين. سافو شو؟ لابين يعني صار لازم. صار لازم شو؟ هيا لا شي. إذا سألتك مثلا مرتبط بتقول لها لا بس سافو لابين. صار لازم. وعندك كمان سي ريكولو. إيه بعرف ريكولو معكروني بحليب مش هيك دخلك. يعني مهضوم كثير بتضحك. إيه مهضوم كثير بتضحك. أو مينيون يعني قريب من القلب. مينيون وريكولو مع بعض وما بيضروا دخلك. ها بتقول لها ما بتقول شي مهضوم. في كمان جوفو زومبري. أي ساعة بقولها؟ مثلا لما بتضيفها شي بتقول لك ميرسي شو بتقول لها؟ جوفو زومبري. في فوت على التواليت. جوفو زومبري. ميرسي العشاء طيب. جوفو زومبري. برافو باخ. جوفو زومبري. منك هيك جوفو زومبري علميني بعد. افيك بليزير. إيه بعرفه افيك بليزير يعني إلنا الشرف. وفي انشانتي. كمان بعرفه يعني نحن وعم نغني. لا انشانتي يعني تشرف. حضرتك. يلا عيدوا لنشوف شو صار عنا. انتريسون، سانسان، سافو لابين، ريكولو، جوفو زومبري، افيك بليزير، انشانتي. برافو انتريسون شو يعني؟ انتريسون يعني شي مهم. سانسان. يعني مهم مهم. سافو لابين. حان الوقت. مينيون. مهضومي. ريكولو. كثير مهضومي. افيك بليزير. إلنا الشرف. انشانتي. شرفنا. برافو باخوس، تعلمت فرنساوي. سافو لابين. أنا فخورة فيك. جوفو زومبري. كيف شفت الفرنساوي؟ انتريسون. سانسان. سانسان. وعاد غدت بتضحك عليه. صف ريكولو. هلا فيك تمرق غلطات صغيرة. صير مينيون. وين الحمام؟ مينيون. بتعرف أنت كتير مهضوم سان سور سان. يعني سانسان؟ باخوس مش عم يضرب السيفون. فان فان. لا هي مضبوطة سيفون. آه فان فان. شو بعمل؟ لك في جات باللافابون. دبر حالك. وبعدين؟ طبعا بعدين بتسأل عن هويتك. ايه بعرفها هي بالعربي يعني شو هويتك. هي بتقلك مثلا بارابونت. بارابونت؟ بارابونت. شو يعني بارابونت؟ يعني مثل باراشوت. لا شو كيف نتواصل هي فاو انا تحت؟ اشتقت لك وانا كمان انزلت ابوسك بعدين بضلوا اجري على الارض ما فيها تضل من فاو او فضل نترك بلاها من اساسها. ما اهضمك يا باخوس. شريك نحن هنا. شريك كثير مهضوم رفيقك. حرام مغشوش شوي. بتعرف شو؟ خليني دق لها بركي بتجي الليلة. لك حياتي لشو الليلة خلص خليها لغير مرة. ما بكره فرصة معقول ما تكون عامل شيء هيك لنسألها. 100% خلينا نضرب الحديد هو حامي والله إذا الله وفقه وصحبت لتفقع زينة. والأوريدي هلا هي في عيني مع عشر كشتة مع عشر ردات عليا لأن عم بحرقها. هلا بتكون عم تحترق مش هيك؟ شو شطت شو شطلة شو شطة تعرف كم في شين مرقت بجملة اللي قطعت هلا قالوا هاي شو نسبة شتي ستي بيافو تجوني معلوم شو عامل الليلة شبعة أنا وروحان عن شاب سحبنا بجنن عنده ببيته إيه بس بالأشار حاطين كيس وقاعدين هو كتير مهضوم إيه فعلا إيه وشباب لك تسعة تعال نتسلك لنا سوا بعرفك عليه وهيك ما هو كرمال هيك شو بتجي شو بتجي جاي جاي خاي خاي يس يس جاي يا هلا يا هلا أدي بدك وقت ما تطول كتير أنا بنعس بكير ها عظيم بجيبك ما تعتلي هم من كازل أنا وروحانا من جيبك ومنجي ايه شوفان عند بايكون أنا عشرة ولا يهمك إلى حد حالك تم الناس منكون عندك أتو تلاغ والله حظك حلو ما عنده شي 11 ماشي روحانا نروح نجيبها يلا 12 مبني فيك أنا حضر شي من حواضر البيت ما فيش حواضر بالبيت في البيت إذا بدك شو عندك بالبراد ها؟ شو عندك بالبراد في صدى بالبراد إكو كو الله يساعدني عليك هلا بجيب معك مغرض على الطريق لايك عندي بيض بقلي بيض أكيد عندي ثلاثة بالبراد واضح بالبراد دنيء لأن زبط وضعك وحط برفان ما عنديش برفان طيب أوضة تواليت ما مقطوع على الأوضة تواليت هدي حط من هيدي ولي أنت واحد خلص فهمت عليك 13 لا 14 لا بقى شرشوح لأن يلا روحانا ضروري تبليني بهالبلوة الليلة حرام لازم يطلع من الدبريسيون إن صديقي يا ملا ما هالضربة باي خوسة باي من وين بترش هيدي 15 فرجيك يا زينة إذا ما رجعتي لي دبدة مما بيكون اسمي خوصة خوصة بس أنا ما اسمي خوصة اسمي باخوس المزبول المتروك المبهول كيف خليتها تروح من إيدي اشتقت لها احكيها نعم دق لها واحكيها أنت أكيد دكتور إذا بتحبك رح بتحن وترجع لك دق زيرو تروى 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 ألو زينة
عالكونتاكت شلي رقمي هلا واعمل له ديليت بارك صعب عليك انه نترك هيك ضربي اذا تركتك والاضرب اذا بقيت بكره مع غيري بتنساني اذا غيري لقيت الو الو زينة الو الو شو صار؟ عم يحكي توت توت بده الصفوليكس هيدا التكرار يعني احباط شو عم بتعمل؟ عم دق لزينة شيل السماعة من ايدك ما بدي قوم واقف لشوف علي راسك طلوع عرم وقول انا شيخ الشباب انا شيخ الشباب من اي ادخل مره جرتنا جنفييف طب من اي ادخل مره انا بشده انا ما في شده لجنفييف من فتي انا بشده انت معقول بس انا نوين قول لشوف من اي ادخل مره ايوه انا بشده ساعتي بنفس كبيري وكلهم بموتوا علي يلعن ابو التصميص سهين باخص ان نكون او لا نكون شوف نحن حابين انه لا نكون بس مساق بالاولانيه هيدا الصوت الولادي ما نغيره اعطيني بيس اكثر كيف يعني يعني تدخن صوتك خلي خر على الواطي خر عم خر على الواطي لحظه وقف بتصير زلمه ولا لا ولا ايه عمال مثل ما عم بقول لك سيا صوت لا مبالاه كيف يعني يعني زبله حرا خليك منفوق هي صعبة علي ولا التسويس ولا التفويف ايه بعرفها هس ولا التفويف ولا التسويف فوت ظبط حالك على السريع ورجع بطل ما بيهز وريح معنا وقت نحن بنتحكم بالوقت فوت يلا عتم لمرور الوقت ناشفة هيك حط موسيقى وفي تلك الليلة كانت البداية بداية علاقة جديدة كتبت لي بحبر القدر فقد دق جرس الحياة باخص هدي حط هودي بال روحانا شو بيتك روحانا شو فيه وعاش شو بيتك وليش شو عامل ماشي عم بتجاجلن وليش شو الريحة هالبرفان عطيتني اياها ايه وينا خلصت كبيتها رشيتها كلها عليك ما هي كيفية نصة الله لا يوفق فكر فتح لا مش حلوة انت عطيتني اياها وليه بحطوا منها نقطتين بس انا شفت ريحتها حلوة تتلكتر منها انت تحممت فيها طيب مقطوع على الأوبة تواليت طيب شو بعمل؟ وني أرسلة أرسلة حيالله وني رحي طالع عيونين لي على الدرج مش بس ما في عندك أوبة تواليت ما في أسانسار كمان أنا فايت حد رأوي حيواصلي كيف حلوة؟ لك كيف أمر خلق شد اللي حينك لشوف مشدود مشدود روحانا ما تركني وحدي مش وحدك مثل ما قلت لك سئة بوصوار أرسلة سئة صوت بوصوار أرسلة صوت لا مبالاة بتذكريني باسمك عظيم عيدوا لشوف بصور أرسلة سئة بصور أرسلة صوت بصور أرسلة لا مبالات هاي بصور السساعة صوت يا هلا باخص بعرفك لصديقتي أرسلة انت أرسلة أشانتي لا مبالات شفتي شو مهضوم بصور أنا بخص بخص بالفرنسي بالعربي يعني بخص بخص تفضلي شوف زومبري بري 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 ميرسي تفضلي أسي أسي يي إيفو لا مش على هالكرسي هالكرسي المرحوم جدي وما بحب حدا يقعد عليها ذكرى منه اه باردون لا مش على هالكرسي هالكرسي المرحوم ستي وما بتحب حدا يقعد عليها ذكرى منه هون سافا هالكرسي المرحوم عمتي وما بتحب حدا يقعد عليها الا انت يعني بقعد تفضلي شوف زومبري هون عمتي قضت اخر ايامها خرفت وصارت كل شيء تعمله هون اه مش ريكولو انا كثير فخور انه حضرتك على سئه على صوت على شاشه بتشربي نيمبورت كوا نيمبورت كوا مع ثلج او بلا ثلج سامبا لا سامبا ما عندناش عندك فانغوش عندك فانغوش في سكملنا كيس هاي نعمل معروف ايه بامرك قصوا عند بيك انا هون أرسلة شو بتشتغلي انا بعلم دسام المدرسه مع نيلي اه انتريسون اي سان سان يعني حضرتك درسي بانتور بان 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 اميلو كيف الأهل؟ البابا، الماما؟ منيح، سافا عندك إخوة؟ إيه، عندك ثلاث إخوة جارسون أو في؟ ولا ما في في بس في جارسون؟ ولا في في بس ما في جارسون؟ ولا في من اثنين؟ لذيذ، لا عندي ثلاث إخوة صبيان جارسون مورستيز حدا عيط لي؟ شوف الدوموزير شو بتشرب عندي خيي باتريك وبيير وباولو اسم الله باتريك وبيير وباولو شمي باولو باتريك بيير شو هويتك؟ الجن وأنا كمان بحب جيم بقدونس من هون على سطايحة
والبيمبو البيمبو انت ريسون وبحب السباحه بالبسين بسين بسين مزبوط بسين مزبوط بسين بديك بومبون كيف لا هي بومبو طب ما ضيعتونا طيب ولو ساعة طول ساعة طول طيب علمك فول بديك بومبون في عبطيخ عمايونيز عبستك نو ميرسي شوفو زومبري وانت شو بتعمل بعد في انت بخصش هواياتك البرابانت الباراشوت لا اللي زمان ما عملت عفاك بلا هالمشوار أأمن هلا اسأليني شو سأليني شو بتشتغل كيستيون نيموا وانت شو بتعمل انا كاتب افلام اموفيز اه سي انتريسان سانسان شو كاتب مثلا اي فيلم اي فيلم اي فيلم بتلاقيه بالجرور انا كاتبه في شيء معروف يعني في شيء اكيد هلا معروف يعني ان شاء الله قريبه بنعرف اه بعد ما بعت ولا سكريبت لا بتحبي مين هلا افيك بليزير واحد مين افيك بليزير عمو المعروف هلا اساليني شو هويتك شو هويتك جيم ملاحظه نفس الاهتمامات البين بوم ملاحظه التليباتي انا البينكو انت البونك والسباحه نعم سباحه ايه بس على الفايش انا ما بامن الا ما يدقوا اجري ومش بسهوله بدقوا اجري يعني بسين الاولاد بيكون اضبط وانا بغني كمان عن جد بغني وبرقص واو استعراضي لمين بتغني لمين ما بدك نقي بس بغني بالعربي وما هيك بغني اربع لغات كتر لونج فريمون بغني عربي مصري خليجي لبناني طب سمعنا شيء لا دقيق ولا مكيفك سمعنا كيك شوز داليدا مثلا ازنافور سيلين ديون داليدا منيحه في غني لها داليدا بالطلياني بحبها كثير بتقول هي بالطلياني بتقول لما انت ناوي تغيب على طول مش كنت اخر مرة تقول لما انت ناوي لما انت ناوي لما انت ناوي لما انت ناوي خايف اقول مبسوط بحالك؟ هي عم تضحك لي عم تضحك عليك النسوان ما بيحبوا التهريج بدهم شخصية قوية ثقة عرم واحكيها بثقة كيف لقيتي؟ خيي جولي ميرسي كلك ذوق صو ميرسي كلك ذوق بلا كلك ذوق بلا صو كلك على الحل لا ابو بلا كيف؟ بتستاهل بوسة تاخذ بوسة تعي انت شو؟ عم تعيط لك لتبوسك شو عم تعمل؟ عم بحرقها سويلة تتفويف ويلة تتسويف بخص اسرع عم تطلب بوسك مبسوطة فيك قريب خلص انا بجي لعندك شفت انه تتسويف؟ برافو جينيال روحي قعدي هونيك وانا تتسوي لازم تضلك هون انا تتلوي وانت تتولي روح لعندها قعد قبالها هلا لحتى تبوسك لا هلا طبعا هلا دق الحديد وحامي هلا مستوية فيك خدنا عقلك مظبوط ارجف رفقتك على السريع روحانا فوتش لي الجليات نعم نلي سويلوي وأنا تتفوي شو عم ترجي؟ تركوني أنا وأرسولة لوحدنا فهمت عليك يعني فيتش لي الجليات لكين وأنا فيت على التواليت شو بعمل هلأ؟ قرب أكتر وبوسة رح أتركك شدلي حالك ما تركني وحدي الله يخليك ما في عندي غير التلميذ بدي أعلمهم شو بقضيك النهار عندك كرمال بوسي؟ أرسولة بوزوار أرسولا 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 بدي بوسك جب نعم إيه بدي بوسك بكل ثقة وصوت ولا مبالات بدي بوسك أرسولا أرسولا بيزوموا سوري أنا متكرمش عندي شغل إلو بايلان إلي وروحانا شو هالشغل هذا بعد سلايم بدي أمشي زحلة في شو في غير مرة إن شاء الله بكرة مثلا نحكي تعطي رقم تليفونك خدهم نيلي باي خلص يا معلم غرمت فيي شكت على راسه خلص نيلي شو عندك رفيقه غيرها الحقها على السريع وصل على بيتها خلص علقت بالصناره شكت على راسها يا معلم لان الحقها قبل ما تعلق بالاسانسير يا صياد انت كيف تعمل هيك شو عملت مش عارف شو عملت وكنت عم حاول شدها هشلتها ما هيك قال البرنس اعمل شو خصني انا كنت كتير مهضوم شو صار معك حسيت اصلا يا ختنه تهت لغير الاسلوب طلعت بزهق انا بزهق شيء بالعكس ليش عم يضاين ولا وحده معي يمكن لأنك هيك كيف يعني؟ يعني بدك واحدة تحبك مثل ما أنت بصدقك وعفويتك مش عم لقي ولا واحدة تحبني على طبيعتي إلا ما تلاقي لا كلهم يتركوني بفلوا حتى خلص شو بدي خلص بلا
موجودة أكيد. لا حتى زينة كنت فكرها بتحبني طلعت تحب الجيزي، ولما طولت لجوزتها تركتني. يمكن لأنا بنت عبالها تجيب ولاد وتعمل عائلة. كيف جيب ولاد يعني بدي أشقال؟ كيف جيب ولاد خبريني؟ يمكن ما بقى فيها تنطر. شو بعمل؟ بدي أنا أجيب عائلة وبجيب عائلة بكب عطرات، شو بعمل؟ بوسيموا. يا الله ما أهضمك، ما تعمل شيء، خذ نفس لنفتش حدا ثاني. بقى شيل جلادي. باخص ما تستسلم، أنت في النيل ما فيك تعيش بلا حب. ودخلك شو هو الحب؟ مش عم بفهمه أنا. لم تعرق لما تتلبك هيدا الحب، لما تسرع دقة قلبك هيدا الحب، لما تكبر الأشواق، لما عالتاني تشتاق وبالملقى بتحلى الأجواء هيدا الحب. اللي متعرق لما تتلبك هيدا ضغط، لما تسرع دقة قلبك عالي الضغط، لما عالراحة تشتاق بالدواء بالداوي الداق، لما بتروق الأجواء أشط الضغط. راسك ميل وقلبك ميل هيدا الحب، لما ما بتنام الليل هيدا الحب، لما تتعود عليه، لما تصير تخاف عليه، لما فيك تعيش بلاه هيدا الحب. راسك مايل وقلبك مايل هيدا جنون، لما ما بتنام الليل عليك ديون، لم تكتر الكمبيالات بتطالب بالمصريات، لما بتصعب الحياة طار الحب. لما القمر يضويلك في الشجر تفيلك، لما بتكون بحاجة جوعان بتاكل جاجة، لما بتشبع يا حبو فجأة بتبرد القلوب، بيصفي الحب المقلوب يعني بح. قولوا حب المقلوب يعني بح. قولوا حب المقلوب يعني بح. قولوا حب المقلوب بالمقلوب 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 يعني بح يعني بح. وظلت للي مصرة بأن تعرفني على رفيقاتها من كافة الأشكال والاختلافات الفكرية والعمرية والاجتماعية والاستيتيكية، ولكن لم يعجبني أحد، أو أحد لم أعجبه، فقد كانت انتقاداتي لاتعة كالعنز الجربيني. هي طويلة وهي قصيرة، هيدي كبيرة وهيدي صغيرة، هيدي هبلة وهيدي جبلة، وهيدي حبلة وهيدي طبلة، هيدي بيضة هيدي سمرة، هي حنطية وهيدي حمرة، هيدي بتنعي وهيدي بتشكي، وهيدي ما بتعرف تحكي، هي خجولة وهي مسطولة، وهي مهبولة ومش مكفولة، هي جعانة وهي نعسانة، وهي مليانة وهي فلتانة، هي موهومة هي مصدومة ومش مفهومة ولا مهضومة، هي نحيفة هي حريفة، هي صريفة ومنا نظيفة، هي دنيئة هي جريئة وما بتنطق ولا دقيقة، هي فقيرة وهي زويت وما في حدا براسه فاتو. يلا لكن نيلي لم تستسلم وأكملت نضالها، مصرة بأن سعادتي تكمن في ملاقاة الحبيبة، فكلما رأت فتاة كانت تقول لي هيدي روعة إلك، هيدي روعة إلك، مخدومة وعقياسك، وهيدي مسقفة، روح لعندها يلا. مش عايب أطش عن القرية مسترسلي لأن روح جرب حظك يلا. مرحبا. أهلا. باخص رواق. ايه كتير رواق. اسمي رواق. شو عم تحكي؟ شو عم تقري؟ كتاب. شو عنوانه؟ كن. نعم؟ كن. عن شو بيحكي؟ عن كيفية دمج العلم النفسي بالأطر اللاكونية، يفصل إمكانات اللاوعي عند مكنونات الوعي بالعقل البشري، المنحاز علمياً إلى غريزة حيوانية منبثقة أصلاً من ردود فعل أنطولوجي غير داعم لفكرية النزاع حول الأيديولوجية المتنوعة بالبيروقراطية العلمية التي تحولت فيما بعد إلى نماذج يحتذى بها على أصعد تتلون بحسب مفرزات الدمج اللا انتمائي ناتج عن تقوقعية لا إرادية عند الفرد الطامح للانفراد بالوهم تحت عنوان مبدئية الروح الجماعية، وينطوي على أثرات غير رادفة لتغيير جيولوجي مفرط في إمعان الخلط اللا استوائي لحبيبات الرزخ. سامعة بصخرة الروشة؟ طبعا زوريها.
أنا بارتي، خدي معك حدا بهمه أمرك خليه يدفعك نحو المحيط للبحث عن حبيبات الرزخ بالأسفل، لأنه بوضعك سافولا بين. وأخذتني نيلي إلى ملهى ليلي لعلنا نعوض ما مر علينا من إحباط في ذلك النهار. وأثناء الرقص شوهيني هونيك هيدا لذيذي روحنا عندها هي ورا البار ولك إيه تحاش رقصان. هلو هاو ار يو هاو ار يور دادي هاو ار يور مامي هاو ار هاو ار هاو ار هاو ار يا ابو الهوارة يا دين جيبولك هو لك شو بعمل هلا روح للقصر مش من تبهتنا مش ليك شتني انت سيدة حاس أكتر كتير بترقصي حلو لعجاد كتير رأسك حلو اسم الله بتدوخي قد ما رأسك حلو هاي بيبي هاي بيبي هاي بيبي أنا قلت ميبي طلع عنده بيبي شو بعمل لك حظك قليل لا منيح اللي عنده بوي فريند ما فيه لبية هيك وتعبت تعرف شو شو رح عرفك على صاحبتي جوي بس جوي سبيشل كيف يعني؟ جوي خلقت بأمريكا وربيت هوني يعني بتحكي إنجليزي؟ هيك وهيك شو بنقضيها درس لغات؟ ما بده شي إنجليزي أهل من فرنسي أنا بعلمك كم جملة وأنت بتروح بتكرر لي إياهم عمر مخايل يلا هي بتسحب بمر مخايل كل خميس يعني ليلي روح جرب حظك شو بتخسر؟ أنا بعطيك المعلومات عنها وأنت زهلة برؤيتك البسيكولوجية ما بخبرها أنه بعرفك أبدا وبس يطبق الحبق بعلنا الخبر برافو خوسة كتير بنبص بس تعيطي لي خوسة بحب لما تغنجيني أنا بحب غنجك كتير أصلا بتبقى لك الغني يا غنوش إيه بس ما يزعل روحانا عينه ضايقة لأن روحانا خليني شوفه بالأول من طيارة لطيارة لحل فدوى العالم وقاعد يدق وراها إيقاع ما بشوفه يا زلمة بده يشتغل طيب شو منه أنا لا حشوفه كمان ما عم بيعرف يوفق بيني وبين شغله معك حق أنا إذا عندي زهرة مثلك بترك كل شيء وبتفرغ للشغل قصدي إلا إلا هلا شو بدنا بروحانا خلينا نشوف كيف رح تشد جوي إيه كيف بدي شد جوي هي كتير بتحب الشعر وأنا كمان بالإنجليزي وأنا شو بعمل بهالوقت بتحب البالي والأوبرا الأوبرا بالي تسهر أكون لوحدة ما حدا بيعبي لها راسه مزبوط ما انا رح ابي لها اياه مهم ما يكون عم بيروح من شي مطرح بصير عم نعبي على الفاضي وغرقانه بالبسيكولوجي وانا بس اغرق بالبسيكولوجي ما بقعد فهم جي من جي بتحب شيكسبير كتير مين ما بحب شيكسبير اذا بدك تهبلها بتسمع شيكسبير هلا انت عم تهبليها كيف بدي احفظ شيكسبير انا بحفظك اياهم هلا راسي عم يجعني ماشي لقلك حفظتني ابيات شعر من مسرحيات لشكسبير وبعض ما قاله فرويد لعلني استطيع دخول قلبها في ذلك الشارع البيروتي وذهبت إليها محصناً بما لقنتني إياه نيلي بعد جهد جهيد خلي الإيرفون بدينتك أنا على السمع رح ردك بحال عركة جت معك أوكي روح جرب لشوف أسمعيني إيه وإنت أسمعيني يلا قول الله الله قصدي مرحبا بونسوار دموزيل بونسوار دموزيل حلو هالمحل حلو هالمحل عن جد كتير حلو هالمحل جاي هيك شريح جاي هيك مشروح مشروح حلو اسم الله موسيقى حلوة موسيقى حلوة لجامك جوفي لجامك شو حلوة هالموسيقى لجامك جوفي بعتيد الموسيقى لجامك جوري جوفي جوفي شو عم تقري شو عم تقري Walk avoid the space in the literature of psychology كتاب لماكاروكوفيتش أوه أنا كتير بحبه لناكا ماكاسوكوفيتش ايه هو اسمه صعب شوي بس كتاباته حلوة برافو مبسوطة مني ايه مش مين ما كان بيعرف ماكاروكوفيتش ليه اللي بيقروا له أنا منهم شو قري له هيدا الكتاب اللي معك وشو كمان؟ كتب بالبروري بتعيدي سؤالك عن معروف؟ شو قري له كمان؟ لمين؟ لماكاروكوفيتش كتاب خيانو الاسباسي زوز كتاب يانسو الاسباسي زوز واو رائع هالكتاب فهمتي؟ هو صعب شوي بس حلو أتمنى حلو قعدت عليه فرد قعدي ما قمت لجعلكته قعدت عليه بالغلط لأن بايز واي برافو حلو السقيفي ثانك يو برامي الضهرة شفتها يلا احكي تو بي or not to be there is this the questions نعم عم قول to be or not to be there is this the questions whether it is nobly in the mind to suffer the slings and arrows of outrageous fortune or to take arms against the sea of troubles وفرت علي كل اللي قلتيه وفيليسيتيشن موت بشيكسبير هو بعز كتير على فكرة مهضوم ما يزوينا بحب السفر كمان واو في كتير قواسم مشتركة بيناتنا أنا مهووسة بالسفر لوين سفرت؟ ولا مطرح بس هيك بحب السفر من مني عفوا 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 من سفراتي حبيت برج حمود الجارانتينا حبيت هونولولو بس ما كانت هونولولو سألني هونولولو وين قلنا مش هونولولو رحت على تايوان بس تايوان الأصلية مش تايوانية حابب روح على عرسال يوما ما ورحت على أنغولا واو أنا مش رايحة لهونيك حلوة بس مشي بشويش هاو بأنغولا مع مين رحت؟ وحدي ما بروح إلا وحدي أو معي حدا يا وحدي يا معي حدا بتروحي شو عندك؟ لذيذ بيقول فرويد To be
or not to be, there is these questions. Oh my God. Oh my God. بس هاي شيكسبير يا له. لا هاي شيكسبير اخذها عن فرويد. بس شيكسبير قبل فرويد بكتير. لا فرويد. شيكسبير. يوسف بكرم. احكي عن بسيكولوجي. نعم. اكسكيوز مي. حكيتيني؟ لا عن بسيكولوجي. عم بقطش. انت حكيتني؟ ايه بس عم بقطش. شرفنا مسيو. باخص. احكي معه بسيكولوجي على السريع. وين رايحة؟ عالتواليت. مسروك منيح ولا فينا نحكي شوية بسيكولوجي؟ هلا مكفولي فرويد كان يقول. خليني فوت على التواليت بليز. بروح معك؟ أحسن ما تروحي وحدك بلا الطريق مش آمن الآن. ناطرك أنا إيه؟ يخرب ذوقك يا باخص. شو كيف شفتي حفرة تنزيل ها؟ يعني شو بدي أقول لك؟ شفتي كيف راحت ركض مصدقة ترجع لتشوفني؟ هيدا إذا رجعت. لا بترجع لا بتشوفي تفرجي كيف بترجع بشرفك تفرجي. ماشي لنفل يلا. تفرجي كيف بترجع روقي تفرجي. وبقيت منتظرا لأكثر من ساعة. سكروا المكان، بدأوا بالشطف وطردوني بطريقة لائقة. فيك تعلق إجريك بدي عزبك؟ بدنا نشطف لأن. لا ما إيش في غيري؟ أنا وياك. فيش دموزيل بالحمام؟ ما فيش حمام أصلا. الحمام برا بآخر الشارع. يعني بقيت وحدي؟ لا مش وحدك، أنا وياك. يلا نرجع البيت. بسيطة. مش إلي. لو إلي كانت إلي ولا لا. تعرف إنك إنسان طيب؟ مرسي بكو عم عزبك معي مش مضطرة يعني كلك زاو. ما في عذاب. بس انت بدك واحدة سبيشال تعرف طيب تكو حنيتك. يلا بركي بتاني دني من لقية. عكل حل نيالي روح أنا فيك ياريت في منك اتنين. ايه بس أنا مش نيالي. لا بقى. روح أنا مغير كتير مش فاضيلة. بضل من بلد لبلد ومن حفلة لحفلة. العلاقة بارد كتير. حدا وقالكم عم بحكي معه بيخطى بتتخيل؟ على واقف مع شخرة كمان بعرف الروحانة شو يعني بالاسم مرتبطة حاسة حالي لحالي ولا هيدي قصة الوحدة حدسي ولا حرج أنا كل عمري لحالي حتى لو معي حدا أنا لحالي بحس هيك من كتاباتك بحسك حزين كأنه صاير معك شي بطفولتك مش مخبرك روحانة؟ لا بس استنتجت أنه عم بقرأ أفلامك كأنك عم تنتقم من شي من عالم يسالي من نهاية سعيدة ما قال وجود ما بعرف بس في شي مارق معك منه حلو أنا وصغير أهلي كانوا يتخانقوا كتير ثلاث أرباع الأهل هيك؟ ما هيك كنت مفكر لحد ما بيوم رجعت من المدرسة بعدني بتذكر كانوا هلأ رجعت من المدرسة وما لقيت أمي كنت جايب معي كاس بطولة المدرسة بالركض السريع جاي متحمس بدي فرجيها الكاس لأمي ما لقيتها فتشت عليها بالأوض أوضة أوضة ما لقيتها رجعت لوحدي خيفاني قعدت هون على هالسوفا قعدت وما عاد قدرت أنت وقف الوقت عندي هونيك نطرتها وبعدني نطرها لهلأ بيي بيقول هربت مع عشيقة مع فارس الأحلام أنا بالأول ما صدقت أمي كانت كتير منيحة لأن ما كنت أخفى إلا على صوتي عم تخبرني قصصها الحلوة كلها قصص مثالية نهايتها سعيدة عيشوا أحلى عيشة وأي عيشة أي بلوط قبل بليلي بس خبرتني كل القصص ورا بعضه بلاشناش شابيرون روج الأميرة النايمة وسندريلا وقتلنا الذئب وإجا الأمير خلص الأميرة وخلصت بعد خبيتها طلع كله كذب بكذب خبرتني إيه ودموع عم وقفه تاري كانت عارفة إنه فيلي مخططة خبرتني قد إيه بتحبني وحلفتني إنه راح ضل حبها وأنا حلفت مثل هبيلي طيب ما ولد أنا شو 8 سنين تاني يوم كان نهار تاني لما رجعت ما لقيتها الساعة 2:15 على القد مثل ما إنك شايفة وما عادت شفتها؟ لا رحت يعني هي السعيدة وتركتني أنا وبي نتخبط بنهاية عايسي نهاية ما عادش تخلص لهلا أمي هربت مع فارس الأحلام إجا خلصها من بي الذئب تخيلي تركتني مع ذئب عم يبكي كل نهار ذئب مش قادر ياكل حدا أكل الدهر عليه وشرب وشرب وضل يشرب لمات والمجتمع المتوحش بلش يطلع تطلعي بتزيد طين بلي ولأنه مش قادر يعمل شي بوقتها فتشنا عليها وما لقيناها وبعدين لقيناها بس قانونيا ما فينا نردها يعني الطلاق وقع ونحن عم ننفذ حكم المحكمة انت بتبقى مع بيك وامك مع جوزها اوكي عمو شو بدي كاني اعمل بهالوقت سوري كل الزوامي لليوم صارت 11 الظهر وصاروا عماتي ياخذوني عند علماء نفس وبلشوا الفلاسفه بالشعر معليش ولا يهمك لو حتى فلت امك هلقني انت مكبوب رح يجي مين يلمك معليش روق شوي ولاقي لي حل صف عمول مثلي ليك انا شو مرتاح بطلت قادر اعمل شيء غير اني اكتب وقفت كل شيء المدرسه الرياضه تركت رفقاتي شلت القصص من عبي وصرت جرح الكذبه اللي عايشتني اياها امي بألمي
معك حق، أوقات نهايتنا السعيدة بتكون نهاية سيئة لغيرنا. إيه وكيف بدي كان يحب؟ إذا أمي ما حبتني معقول وحدة غريبة تحبني؟ لا، الدنيا فيها أشياء حلوة. عيد قال الله كريم ما بيترك حدا، أنت لازم تتخطى هيدا الشيء. لشرفك ما تحكي مثل المسلسلات. بعرف التنظير هي. بعدنا بالمسلسلات. والحكي هي. خصوصي بالمسلسلات. قد إيه لك ما صليت؟ أمي علمتني الصلاة بتصدقي؟ إيه صليها. صلي الصلاة اللي علمتك إياها أمك. صلي وحاول مصيبتك لطاقة إيجابية لصلصال لازم تتخطيه. أي حال قصرتي دخلك. سهرت معي نيلي للصبح في تلك الليلة، وبعد أن أخرجتني من حزني وعند بزوغ الفجر رحلت تاركة وراءها العديد من الأسئلة، لكنني كنت سعيدا جدا بما قالته لي ومدني بطاقة إيجابية مما جعلني أتحدى من كنت أخافه. شو صار معك؟ إذا بتريد طلع لبرا بكرهك أنا، أنت واحد شرير ما بقى تدخل بحياتي. هذا اللي بيسمع نصايح النسوان، قلنا لك ما نعرف. إذا بتريد فري بريحة طيبة. هلا كل شيء عرفتك على بنات، ما عجبتك ولا وحدة؟ لا. أنا بقول مبلا. مخي لا، شو؟ تذكر مظبوط. حسيتهم كلهم بيشبهوا بعضهم، ولا وحدة من صاحباتنا اللي مشي الحيل معها. مبلا في وحدة ماشي الحيل معها قلت اسمها هلا كمان. هلا قلت اسمها؟ رجعي لي جملة. ولا وحدة من صاحباتنا اللي مشي الحيل. نلي هيا لا 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 امبلا لا لا لا. امبلا هي اللي عبت لك راسك وقلبك. بعدين نلي خطيبة رفيقي. هلا شو بدنا هي؟ شو المهم اني حبيتها؟ لا 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 ولا ممكن. طيب هلا مش لازم تكون نايمن؟ بلا انا بنام مع الجيش اصلا. وليه بعدك واعي؟ لا ام بعدني واعي. راسك مايل وقلبك مايل، هيدا الحب. ولما ما بتنام الليل وروحانا صديق العمر. الحب ما بيعرف بيو. يعني بدك تنقي حبيبتك او صديقك. وبركي هي ما بتحبني. سلا او لك بتحبني؟ المتاكد منه ان انت بتحبها من لهفة سؤالك. ايه بس بدون ما انتبه، يعني هيك يوم بعد يوم تعلقت فيها مهضومه وحلوه ومسقفه، صار عبالي ضل معها. وهلا ما فيك تضل بلاها مش هيك؟ ايوه يعني بتحبها بس مش على قصد. ليش مين قال الحب بيجي على قصد؟ وضميري شو بو طوشني شو بعمل فيه؟ عم بخبط براسي. هيدا صديقي حساس كثير، اذا عارف بيروح فيها. اذا بتحبك يعني رفيقك مش خيالك. يعني صراحه بعدين لك الحارس له حديث. انت واحد شرير طلع من بيتي هلا. انا ما خصني هيدا، انت انا في الوقت اللي بدك. لا خليك شوي بعد. اكيد بدك تساعدني لصراحه بحبي. اها وبدي اعرف اذا بعني لها قد ما هي بتعني لي. شو مبين صرت انت عم تحكي مثل مسلسلات؟ يخيبلون قصدي. شو بك عرقان؟ لم تعرق لما تتلبك. هيدا الحب لما تسرع دقه قلبك. هيدا الحب لما تامن بنصيبك، لما بتصارع حبيبك فكره تخدك فكره تجيبك. هيدا الحب قلبك ميل وراسك ميل. هيدا الحب لما ما بتنام الليل. هيدا الحب لما الصحرا تصير ورود، لما الشوق يصير برود، بينه وبينك ما في حدود. هيدا الحب. تحمست لفكرة مصارحة نيلي عن حبي لها، ولكن هل تبادلني الشعور نفسه؟ وصديقي ماذا ستكون ردة فعله؟ أخذت استراحة بين فصلين مهمين في حياتي لأقرر في الفصل الثاني هل أتردد أم أضحك. شد حيلك يلا أقولك واخضيها الخطوة الأولى. عحياتي بدي زيد، بدي بلش حب جديد مثل ما الله بيريد. هيدا الحب مثل ما الله بيريد. هيدا الحب مثل ما الله بيريد. هيدا الحب مثل ما الله بيريد. هيدا الحب.
على صيتك مش مختلفين وبيل اطيلك ورا البيت يا زميلاتا انا بخلص دوري بالحكايه وقت اللي بوسكم لتوعوا بعدين انا حر ما فيكم تلزموني بولا وحده منكم حريتي اغلى ما عندي ولا شو تركنا رجالنا اذا هيك انا ما تركتكم حدا انتوا اللي تركتوا تركنا كرمالك يا واطي كانت عايشه مرتاحه مع الصياد شو بعمل له اذا بيطول برحلات الصيد تبعه مزبوط ما في غيب هالقد ولما يرجع كانه ما رجع بيكون حق علي لا الحق علينا بنستاهل كان في سبعه حولي بخدمته والعرسان واقفين بالصف بالغابه شو بدك تشي توعيني هاني دقولي وانا لعبت فيي هيك اطفني بعد الدبريسيون يا جوزك الهاملك لو مين ما اجى بهالوقت كان رح يقطفك بس انت قطفني وكبيتني ايش بدك يعني انيكي انتو ما بتنقنوا اللي بيخون مره بيخون على طول عم بشتغل شو ما كان من وراك صرت بالشحاطه من وراك والاميره النايمه ما عاد دقيقه النوم كلمه من وراك ليش مع جوزك انت تنام لا فازا ويح انت لازم تتعيق قبل ريح الناس منك يا خراب البيوت فردي بالبيت رجموه هاي 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 قلت لكم مخصني لو رجالكم خيالكم ما صار اللي صار طب مين بدنا نرجم هلا ارجموا القدر ارجموا سوء الاختيار ارجموا عدم القناعة ارجموا قلة المبادئ عم تزقفولو؟ أنا رايح أجيب الفرد مشو لكن شو حش خشين؟ وخلصت الحكاية بانتصار الأمير على كل التهم والإشاعة الباطلة ايه 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 شو عم تعمل؟ أنا مش كاتب هيك ما تغير بالنص بعرف بس انت حط لوم علي بكل الفيلم وأنا أكثر واحد بريء بكل الشخصيات أم غيال بالنص مين سمح لك برحش بغراضي؟ ما أنا بقلب غراضك لو مني ما عندك شخصية شريرة بفيلمك كيف رح يركب التوازن بلا شر بلا خير؟ أصلا أنت بتستاهل عم تخرب بيوت الناس عم تقطف النسوان كل البلا منك لا يا حبيبي البلا منهم أنا مارق طريق بعدين عم بتلومني وعملت مثلي أنا؟ إيه أنت مش عم تقطف خطيب ترفيقك صديق عمرك؟ لا ما صار شي بعد بركي صار لا لا أصلا الحب سري من طرف واحد هي ما بتحبني وبركي بتحبك أو لا لك ما تعقد وتحملني ذنب حل عني أنا مش عم حملك ذنب بس أنت بقى تحملني ذنب قصص أفلامك المشوهة صرنا زملاء يا فارس الاحلام اذا بتريد طلع لبرا فريق بريحه طيبه انت اكيد ايه؟ بعد شوي جينا لي وجايبت لك ترويقه مين رح بيكون حدك بهالموقف المصير عادي ما رح اقول لك شيء خلينا هيك هيك احسن طيب انا رح امشي خليك شوي بعد بركي بدي اقول لك شيء ضروري تقول اليوم والا السلام عليكم شو بدي اقول لها الا بحبك بس هيك وعبالي يكون معك واذا هي ما بتحبني انت اعمل اللي عليك احسن ما تضل ندمان كل حياتك واذا هي ما بتحبني رح ضل مفقوس كل حياتي كون رجال لانه مره هيدا العرب لازم يتحرك ولا رح تضل كل حياتك محبوس بين اثنين والربع قلبي عم يدق هيدا الباب يا زميلي عم يدق الباب افتح ما بدي ولك افتح هلا بتفل مين انا نلي مين نلي نلي افتح لي لحظه نلي عم بلبس ثيابك عم باخذ دوش لان نعيما ينعم عليك خوصه شو بعمل هلا البوست يا بكو افتح لها ماني لابس افتح لها هلا شد حالك ما في افتح لها هلا ليه بيسفقني الهواء وبعدني طالع من الدوش شفت لا ولك افتح حسب اسمك انا مين افتح بقى خوص يلا 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 هاي خوصه سكري سكري من الهواء نعيما وعي بكير مبين مش نايم كل الليل اصلا يعني نام وقوعة نام وقوعة شو اللي كان مقلقك؟ يلي مقلقك انا نمت على وجهي طب صراحة كنت كتير تعبانة ايه قد ما سرنا وحكينا مبارح اف شو حكينا مبارح جيبت لك كروسون رح تاكل صديقك وراهن لا كروسون بكفوني بدي غسل ايدي دقيقة رجعت لك صديقي اوكي صديقي سمعتها شو قالت؟ سمعتها شو صديقي يعني ما بتحبني لك ليش نشف شعرك رح تنتفه هلا بس ترجع شو بقلها؟ الا انت احلى شيء صار بحياتي هيك خبط لسق طبعا مش هذا المزبوط ايه وكيف بقولها؟ مثل ما بتطلع معك انت احلى شيء شو بعرفني خيي بخاف انا بخاف روح مش خارج ليش كبيت النص؟ هذا الفيلم بده كب زباله ما حدا بيشتري قصة انتقام شخصي لازم تكتب غيره قريبا وكيف بدي اكتب غيره؟ ما في فكرة براسي من وين بدي بلش؟ هيدا أول مشهد تفضل باخص بدي منشفي حمامك بده شغل ما فيك تضل عايش بهالفوضى بيتك بده لمسه مره هيدي رساله هيدي رساله رساله شو رساله شو بس مش حيلا مره بس مش حيلا مره مره غير شكل مره غير شكل عجبك صديقك امبارح روح انا شو بو قال بدي دق لي يحكينا على السبعه من السويد سبعه سبعه ونص ثمانيه بعدي لهلا ناطره بلا مخ شو بعمل له بدك عجبني وعلى شوكولا على زعتر فيه لا ما في ما لقيت سوري طب خلص بخدها على ستروبري ما في هودي كروسون يا عجبني على شوكولا طب اعطيني على جوز الهند لك يقوم لبك ولك احكي خلصني خي شو بدي الا انت على شيء صار بحياتي بتعرفي انت انت كيفك منيحة؟ ايه؟ الاهل منيح؟ الحمد لله تبقوا ماي مشربوا قهوة عليك خير ولا اهضم ولا اجبن خلص لي اولى سيئة صوت لا مبالاة لا دخيلك بليهن هودي هديك اليوم فوتونا بالحايط بروم صوبة بسيئة وبصوت عريض احكي بلا مبالاة تعرف انت عرر الرب حياتي نعم
عملي حياتي مش عم بفهم عليك. ولا انا مش عم بفهم علي. شو كنت عم تقلي؟ تشربي شي حياتي؟ لا ما بدي. شفت كيف سكر راسها بس قلت لها حياتي؟ بالعكس عم تفكر بالموضوع ومستغرب شو قلت. كفي. عم اقول لك انت احلى شي صار بحياتي. ياي ثانك يو. بس ثانك يو حيف ما في شي تاني؟ مثل شو؟ شو بيطلع من خاطرك؟ بوصي عبوطه غموره؟ وانت كمان احلى رفيق مرق بحياتي. شفت رفيق؟ مش شايفتني اكثر من رفيق؟ كفي يا رفيق. شو بدي كفي؟ مو واضحه. هي خيفان اكثر منك، روح على حدك. في وعد حدك؟ اكيد ولو حياتي؟ ها قلت لك حياتي، يلا جو، مش بهمنا حدا. عفوا ايش يا حسين؟ دوق هيك كثير طيبة. عشو هان؟ عشو مكان، دوق وخلصني. رح تعجبك كثير، كيف؟ صحة بجيب لك ماء. ضربي بعد، ضربي بعد. صحة حبيبي. ملحسي بعد، ملحسي بعد. حاسب الشيء؟ حاسب كتير رصاص بتلاقي نفسي. شو بعمل لك؟ ما بعرف شو بيعملوا بالحيلة. بطلب لك حكيم؟ لا لا ما بدي حكيم، بدي مثل هوا. هوا اصطناعي سي بي سي بي آر. بطلب الصليب الأحمر؟ لا ما بدي صليب أحمر، أنت فيك تقومي بالواجب هلا. إذا ما مش الحال صعب، بس لما بيمشي الحال لو بدي. هودي حركات بلا طعمة، فوت دغري بالموضوع بلا والدك. خلص مش الحال، رجع نفسي. كيف رجع؟ بالتاكسي. شو بعرفني مثل ما راح رجع؟ أكيد. إيه أحسبك عم تشتت. ياه عم تشتت الدنيا شو حلو. تعرف هالمشهد من الشباك بذكرني بفيلم No Way My Love. لين بيلتقوا تحت الشتاء، هي بتكون مجوزة بتنغرم فيه فجأة وبتصير تحب واحد غير جوزة. مشاهد رومانسية بتاخد العقل. ايه وشو بصير بعدين؟ تقتله بتقتل حالة. تقتل جوزة؟ لا عشيقة. قال هيك بيروح سوا على مطرح تاني. ضروري يروحوا سوا؟ تروحي هو بيلحقها بعدين عروق. ما مش حلوة النهاية، ما حبيتها. بس الفيلم حلو كتير أثر فيي. باخص؟ شو؟ تعتقد الوحدة فيها تحب اثنين؟ كيف يعني؟ يعني إذا الوحدة مخطوبة مثلاً. مثلاً. وعايشة مرتاحة هي خطيبة. إيه. حبت واحد تاني. إيه؟ مش إنه بطلة تحب خطيبة. لا. بس كمان حبت واحد تاني. حبت اثنين فوق بعضهم. إيه. شو بسكوتي وراحة هني؟ معقول تصير؟ ولا بدي أسألك أنت شو رأيك؟ أنا بقول بتصير. وأنا كمان بقول بتصير. حب حالي غريبة. غريبة وحلوة. هيا هاللحظة يلا بوسة. هيديك المرة قلت لي هيك هشلت المخلوقة، بدك تهشل هاي كمان. هيدي غير هيديك، هيدي حبيبتك بوسة وخلصني. ما اسناني علي وزعتر. هلا اخذ البوزيشن المضبوطة. بوسة قبل ما تتحرك. رح اسكب عصير، شو بدك؟ أنا ناسا وليمون. مانجا فيه؟ فاشل يا زميلي، روح لحظة مهمة. هي ما بقدر، وين بدي أخبي وجهي من صديقي؟ بعدين بركي ضربتني كف. أنا أكل 100 كف بحياتي، وكل اللي ضربوني صاحبوني بعدين. بس أنت ما بتلبس عوينات، أنا سطروا بقلب الأوضة وانكسروا. كيف بقوم على الحمام بالليل ساعتها؟ رح تغسلها إذا ما بستي يا ولد. هدي، دق لي هيدا العصير، نازل جديد على السوق كثير طيب. تشيرز. تحتين خوزة؟ مر شوي. شراب يا عبقري. شراب ما بيأثر شوي صغيرة. إذا شوي ما عليه. افتح حديث. حديث شو؟ حي الله شيء. شو عم تعمل؟ عم بفتح حديث، حي الله شيء. تعرف؟ هيدا المشروب بيريحني كتير، هيك برخي لي أعصابي. واللي سامعك. يلا يا رجل بوسة. رح جرب، إذا عيطت علي بقول لها هيدي مسحة، كذبت أول نسيم بس مبكرة شوي. لك في محضرة يلا. عم بمزح عم بمزح عم بمزح عم بمزح عم بمزح. الو ايه روح انا عم بمزح، عم نتروق انا وياها هون. اخطا مسكر؟ لا اني عم بمزح، عم نتروق انا و بدك تحكي اياه. نلي نلي تحكي روح انا. ليش عم تعيط؟ عم يحكيني من السويد. لان شفت بالله مصيبه. هاي حبيبي بتحبه، انا قعدت البهل جرب حظي. فيك تروحي جنب مثل النسوان، انت عمول خطوتك وتحرر من القصه بقى. اوكي روحانا، انا ناطتك عشيه. ايه ما تقدرها، مش عم روح لمطرح بس عم لاحظ مثل ما وصيتني. ايه ايه عم ينتبه علي. بايدي اميني صديقي. بقلك بايدي اميني. باي موا. مع بوسي شفت؟ سمعت. عم يحكي لي من مطار ستوكهولم، مواصل بعد الظهر على بيروت. بدك نروح نجيبه من المطار؟ لا ست بعتت لهم سياره. طيب ليه ما بياخدك معه بس يسافر تكسدروا سوا وهيك؟ بتعرف ولا مره عرض علي. غريب اصلا هو هيك ما بيهتم. بلا مخ شو بعمل له؟ بدي مشروب بعد. انا بسكب لك. عمول معروف ما ليش بلادي قوم رخي على الاخر. هو كمان. طيب ما بخاف روحانا من قله الاهتمام؟ انت تفتشي عاطفي معيني عند غيره لا سمح الله. ما تفهميني صح غلط، بس واحد من قله الاهتمام بيصير بده اهتمام. يعني واحد عقله الاهتمام بيروح صوب الاهتمام، ما واحد لا بيفتش على الاهتمام لان بيكون ناقص شو؟ اهتمام. ما واحد خلص فهمت سكوت. خلص فهمت سكوت. معك حق، بس بعتقد عنده ثقة فيه. ثقته بمحلها. يعني مش كثير بمحلها إذا بيبقى هيك، ليه عم ترجو؟ مسقع سقعة. مش كثير سقعة. أنا نوعي بيسقع يعني أجسام شو؟ شراب بتدفى. على كل حال بركي بيستحي فيه، هو بشوف أحلى مني بكثير. حلو التواضع يا عمي، وبتجنني أنت صبي وجوني صر له. منيح. ثانك يو عم تعطيني معنويات، عندي عقدة العمر بتخوفني. بعدك ولد يا عمي مثلك بعدهم بالقردورية يا عمي. ماشي حالك منيح كفي. إيه مش حلوة إيه القمر مدور. برافو. يقبرني سماكي ما أطيبك. روح مش هالقد بلا بلقرة.
يقبرني سميكي ما اطيبك. الا انا حلوه كثير. قلت لها هلا. الا بعد. بتعرفي انت كثير حلوه؟ عم تخجلني باخذ. نعجبتي كثير حلوه، كيف بدي اقول لك كثير اوف شو حلوه؟ خلص مش الحال. خلص مش الحال. اللي زمان ما حدا قال لي هيك. وانا كمان. هلا لزق فيها. اكثر من هيك؟ قرب شفافك على خدك. قديش يعني؟ يعني اترك شبر بيناتكم. لا كثير قريب شبر. لا مش قريب، شوف. ما شبري غير شبرك. هيش تضيع وقت. وهلا. هلا قال لك مش قادر تسيطر على مشاعرك. ليه عم تهرب؟ بشوب شوب. ما في شوب. انا نوعي بشوب، بقسم شوب. قال لك كثير عم انبسط بالوقت اللي عم اقضيه معك. كثير عم انبسط بالوقت اللي عم اقضيه معك. وانا كمان. الا انت بتاخذي العقل. انت بتاخذي العقل. الا ان عيونك اكثر عيون ما بيتقاوموا وما شفتهم بحياتي. ايوه وحياتي. الا لمعتهم تشبه البحر على وجه الصبح والضوء عم يلمع امواج ونور السما ساكب لونه فيهم عاد منه حلوين عاد منه عميقين يخوفوا البحر المسكين من السفر فيهم. لمعتهم فيهم عوج اللي شو؟ خلص انسيها. خلص انسيها. كلامك شعري حلو. شفتي لو عم قوله مثل ما هني وينك وين؟ مش مصدق انه هيدا انت اللي عم تحكي. هذا مش انا اللي عم بحكي، هذا البرنس اللي فيي. الا ماري علي كثير نسي اشكال الوان، بس انت حدا كثير مميز عنه. مش عصدق. جرب. شوفي انا ماري علي كثير نسي اشكال الوان، شي بيضة، شي سمرة، شي حنطية، شي متوس. بس انت حدا كثير مميز عنه. حياتي. بلعتها. هلا عبطها ورا كتفها وشدها صوبك. بتقرب وجهك بتدندن شفتيرك وبتعمل مثل ما راح لك بالضبط. مش انا اللي بنكبس بالي يا حقير. كفي وحدك منك عايزه بقى. نلي بقش بدها بدي بوسك. بخص شو عم تعمل؟ هلا بدي بوسك غصب عن طبيعه بدي بوسك. بخص وقت اللمبادير. عمره ما يرجع بعتقد انا بحبك. حرام اللمبادير هلا بيكون احترق. ما زميلي هو شو فكرك؟ انا واللمبادير والسلافه كله عم يحترق. اتصلوا بالدفاع المدني. لا لا بخص ما بدي لا. ولو هدي مسحه ما بتحملي مزح. لازم روح. تثبت اول نسيم كانون مسامعه فيا؟ بعدين اضبط روح على البيت. ما هوني بيت كمان. لا لا ما كان بدي يصير هيك. هيدي بوسه عذريه افلاطونيه عم ادري كيفيه. خلص حنين روح بليز. ما تروحش وحدك بهالليل. نحن بنهار بخص. بركي عدت متفاجئه بوصلك. خلص ماشي الحال باي. يا بيي ما الله غلطه. طفي علي طفي علي. شو هالمتوحش يا برنس يا امير. الله يخليك وعاول لي شو بدي اعمل. انا متت. انت هيك بدك باخر مشهد بالفيلم بدك تقتلني. خلص يا خيي كبينا النص بزباله. ما بقى رح تفكر فيلمك سخيف. حياتك لا. بس قولي شو بدي اعمل قبل ما تطلب البوليس ويجوا يكلبشوني. مش رح تطلب حدا. هي اللي تكلبش. اذا بيعرف روحانا بيقتلني يا ويلي. ولك روح هاجم كبره كبره. ما شفتك كيف فليت كله من ورا خطتك الفاشله يا بلا اخلاق يا بلا ضمير يا بلا حياه. هي هي فاز انا بك وبلا كلامك الوسخ. انا الوسخ ولا انت الوسخ؟ مين هيدا روحانا او البوليس؟ لا هي ولا هي. افتح. مين؟ ولك افتح. باخص. نعم. انت ايش بتحبني؟ سوري اللي بالغلط. وانا كمان. شو؟ حبك باخص. رعد. شدي ضو احمر خرج المناسبه وزقفه من الحضور. هي ايضا طوله عدم. وكانت المعجزه حيث لاول مره اشعر بنشوه الحب العظيم. أدركت أنني وجدت رفيقة العمر وحبيبة القلب، ومنذ ذلك الحين بدأت حياتي بالدوران الطبيعي وأصبحت حرا من كل سلاسل الماضي. واستمرت قبلتنا طويلا تعبر عن شغف دفين أطلق سراحه الآن. ولكن صديقي، ماذا أقول لصديقي؟ صديقي ماذا أقول؟ روحانا شو بدي أقول له؟ ما بعرف، بس لازم نقول له الحقيقة مثل ما هي. لا يا عمي هيدا حساس كثير، إذا عرف بيروح فيها. أنا بقول له. هي ذاتها، إذا سألك في حدا بحياتك شو بتقولي له؟ بدي أقول له إيه؟ في حدا بحياتي واسمه باخص، صديقك باخص. أعوذ بالله. مسحب قصتنا؟ أعوذ بالله. أو ما بدك نكفي سوا؟ أعوذ بالله. فإذا لازم نقول له. أعوذ بالله، بخسر صديقي للأبد. أو رح تخسرني للأبد. لا. لا أوعى بليز، ما بدي أخسرك. أنت حب حياتي، ما بتعرف قد إيه بتعني لي. أنت كمان، حبيتك من أول نظرة. أنا لا من التاني تقريبا، من تاني نظرة. إيش وقتها بتحبني؟ إيه من الفصل الأول، بس ما كنت مسترجي لك بركتي ما بدك لأنك خاطبي، بس هلا خلص. طلع الحب من الطرفين ولازم نكفي. يوم يوصل روحانا من السويد، لازم نقول له الحقيقة، بلا ما نضل عايشين على أعصابنا مخبيين قصة حبنا. أقولك هيك؟ باخص، بتحبني ما لا؟ أفيك بليزير. يعني اللي عم بقوله مظبوط. تريز انتريسون. فإذا لازم نخبي روحانا. سافو لبان. هيدا خوص اللي بدي إياه. بس أنا خايفين نطلع ريكولو قدام المجتمع. آخر هم المجتمع. ما بدي اغلط مره ثانيه واخسرك. ولا انا بدي اخسرك. شوفوا زومبري. وبدات فصول الفرح في حياتي تتوالى، وفتحت قريحتي على الكتابه والتعبير، وبدات يدي بغزل اغاني تناسب حالتي المنتشيه.
روحانا شو هالمفاجأة الحلوة؟ بسطت فيه؟ وقد ما بدك جاي لعندك بلا ما تعرف نيلي خير عايزك بموضوع اللي أنا؟ آه خصوص أنت بخص؟ شو؟ أنت صديقي ولا لا؟ ولو روحانا شو السؤال هيدا؟ جاوبني عشرة عمر ولا لا؟ ولو روحانا شو السؤال هيدا؟ جاوبني إيه يا ملا؟ إيه؟ فأزمرت لي بكل صراحة ما أنا كنت جايت وليك يا بخص؟ إذا ما قلت لي الحقيقة بشرفي بأكس عليك للعبة ما أنا هيل خايف منه صراحة بعرفك صريح ودغ شغلت لي فكر روحانا شو فيه نيلي شو بها مش عجبتني والله أنا عجبتني مغيرة كتير يا بخ والله حكيها إيه؟ بتجاوبني بنظر بس هون ومنش هون لا هي منش هون مش هيدي نيلي اللي بعرفها انا بقول ايه ان شاء الله اطلع غلطان ايه في حدا بحياتها ايه قصدي كيف يعني في رجال غير بحياتها حاسسها عم تخونني مع حدا انت هيك حاسس ايه انت شو حاسس انا مش حاسس المره ما بتتصرف هيك الا اذا عندي حدا ومدري منو هالكلب اللي خدلع يطول عمرك باخص قول جاوبني بكل صراحه احكي انت شي من ريحه هلا لا بعد شوي ممكن قصدي حاسس علي بغيابي عم تروح هيك وهيك عم تروح هيك هيك ما بعرف جاوبني انت بعمل لك اكثر واحد قصي راسك بمحلك وحيات روحانا وباخص حاسس عشي شوف بغيابتك انت عم تقضيها عندي هذا الفي يقول لك ايه لانه اذا عندي حدا بدي دعوسه بجري ايه بس شوي شوي علي حرام بني ادم بالنتيجه بشرفي بدي القطو هيك افسحوا شقفتين وحده الي وحده لك لا الشقفتين لك انا شو بعود ريدها بعد بدي اعلق بنص ساعه بتضايق بالصف مش ساقعه شوي بدي بس وسنين ايه بس وسوى علي بس حرام عليك بالاحساس واحد حرام عليك ولو بس بشرفك مش حقي إيه؟ اللي حقي ولا مش حقي روحانا روحانا انت زلمة عطوف وسموح وكل عمرك متعالي ومترفع عن كل شيء الا بس لا المتعالي متعالي يا متعالي يا مش متعالي مش متعالي منيح يا زلمي أنا بعرفك متعالي يا خيي غير ليه هيك هيك بدان روحانا ربنا بيقول اغفر ليغفر لكم سامحوا لتسامحوا أحبوا بعدكم بعدا وما منكم بلا خطيئة فليرجموني يرجموها بحجر إذا عم تخونك لسمح الله يعني مش إلك تركها وهو تركه شو بدك فيه شو بدك فيهن تركوا يروحوا يتخبطوا بقدرهم انا خايف كون عم بظلمها وما انت عندي حدا فرضنا عندي حدا واينات شو الحب بالقوه الزواج بالقوه الارتباط بالقوه بس ولا كلمه بدي اسمع صوتك ما بدي اياك عمرك ما يكون بدها تروح غير احسن منها ايه بس مش رح سمعها كل عمري بدك تسمعها بدك تسمعها وتسامحه لانه مش عناصر تحبوا بعض والقدر هيك بده الحب مش بالايد ايه الحب مش بالايد بيجي عغفلي هيك مثل ناس متصايف بيفرض حلو علينا فرض مثل غيمة خريف بيشتع عليك سعادة بتبلل لك فرح ما بيتحدد كلمات مثل الزاعة بيضرب كيانك وبيحولك طاقة إيجابية بتكب زبزبات شمال ويمين شرق وغرب الحب مدرسة الحب مدرسة إذا أعددتها ضرب بها الحذاء واستتر وصاح الضواحي الدجة تتلألأ عبر طيات الموانئ فتبتسم لكل من نشتهيه لكل من نشتهيه يهوانا تجري الرياح بما لا يشتهي روحانا هيدا مقطع من مسرحية هاملت لشكسبير خنته مرته دزدمونة مع صديقه ماكبس وجهها قال لها أنا عرفت إنك خنتيني ومستعد سامحك إذا بتتوبي لازم تتوبي توبي أور نات توبي زيري زيزيز كويشنز وخلصنا حش كل واحد زد كلمة يعني أنت برأيك في شي من هالنوع فينا نزو معنا إثبات المتهم بريء حتى إثبات إيدينته بس تكمش علينا عليا شي سعدك الحيث إلو خبير إلو حديث يعني هلا روح نام على وجهك طب أنت بارك واصل من السفر تعبين بكرة مشوف شو مفروض نعمل يلا شوف معك حق ممنونك يا صديق ولو إذا نحن مشلنا عن بعضنا مين بده شيل غريب بس بشرف شوف إيه إذا بعرف منو لا هري هري لفظ فظ حريز ما بدي حريز مين بده يكون واحد شرشوح لعندها مثلك تطلع بحدا لعندها مثلك تطلع بحدا لعندها السكسويل بتطلع بدك اب لعندها البرميل بتطلع بتانكي
لعندها الاوتوستراد تطلع بزروبي، لعندها الترين بتطلع فيقوني. بعدين فرضنا طلعت، بتكون مش عارفه قيمه الجوهره اللي عندها، وراحت على الفوق بيجو، والمثله مثل ما بيروحوا بيجو. على كل حال شو نحط بذمتنا؟ عفيك شو بدك تسيا لتسيادي امتى؟ خلص تركها شو بدك فيها؟ باخذ. خلص تركها شو بدك فيها؟ باخذ. خلص تركها شو بدك فيها؟ باخذ. خلص تركيني شو بدك فيي؟ شو بيك عم تحكي وحدك؟ عم لا لك انت عم فكر، عم بتخيل اذا روحانا عرف الحقيقه شو ممكن تكون ردة فعله. ايه وشو طلع معك؟ يعني اكيد بده يعمل كريستي خدود مثل ما انا بتخيل، بده يعمل عمايل وبده يزعل كثير. احساسي بيقلي رح تكون ردة فعله عاديه، لان ما كثير عانيت له علاقتنا. لا انت بتعني له، لهو بيعني لك، ليش خطبته اذا هيك؟ اهلي نقوا علي كثير واهله كمان. وحيد بدهم يجوزوه. ما بعرف، رحت بالحماسه على كثره النق، حسيت ان العمر عم بيمر وانا قاعده ناطر الحب. حب ما كان يشرف. بس هلا شرف. هو قال لي شو؟ قال لي انا وحيد ولازم اتجوز، ومش رح الاقي بنت قويه مثلك بهالايام. علاقتنا علاقه عقل مش قلب. شو قصدك علاقتنا بالعقل؟ لا، علاقتنا عين العقل. ولادنا لازم يجوا عن حب والعمر ما تكون الجاز. ما زرززز كويشنز. انا صار لازم امشي، رح جيب روحانا من المطار ونضل جايين لهون ونخبره. فينا ناجلها شوي؟ باخذ، بزعل منك ها. طب خلص ناطرك انا. باي حبيبي. باي، سوقي على مهلك ها. كيف بدي خبره هلا يا عم؟ مصيبه. لمصيبه اذا ما بتقله. نعم تتروح الفرصة، هيدي هي أم ولادها اللي حتعيش معها بسعادة، راح تحفظ لك عائلتك وتحبني كل العمر. ايه بس هلأ في ظروف صعبة. كل عمري انصحك وتحط الحجة بالظروف. صحتك تتبع درسك ما سمعتني، صحتك ترجع الرياضة ما سمعتني، صحتك تصلي بسلوكك، صحتك تسامح أمك كمان ما سمعت. هالمرة فايق مشوار لأجبرك توب على الخطوة، هيا همرتك والله عوضك البركة. عشت بسلام معها؟ أكتر ما بتتصور. يا هل أنا صغير اسمعني، يا مهد كبير يلي فيك بيحكيك وبيحذرك، بتضله دين تطرشة لأنك شاب ومش إيش إلا بعيد. أنا صرت بالبعيد، خذ اللي مهما كلف الأمر، بدي مصلحتنا. إلك زمان ما حكيتني، وين كنت دخلك؟ تركك بقى تفاصيل مش مهمة وقرارات مش مصرية، بس لما بتحز المحزوزية بيجيك، وهلا حزت. يعني بتنصحني بدلي؟ مش بنصحك، بجبرك، ما أنا نهايتك اللي شبابك بيقررها. اسمع من مستقبلك وقول الله وما بقى تلهيني، بدي اطلع كفي كتابة مذكراتنا. لك كيف هو مش عارف يمشي؟ كله من وراك، عقلة الرياضة يا قليل المروة. ضربني النشاف من ورا الدهون اللي عم تزلوعها حضرتك هلا. خفف من حواقف سكر هلكتي يا ولد. اسمع منه ما حق. شو جابك هلا؟ جاي لآخر مرة. ماما اطلعي من راسي بليز. هالمرة هيك رح يصير، رح فلو للأبد، بس قبل بدي اسمع منك كم كلمة. اطلعي لبرا، اطلعي من راسي. بدي منك تقلي انك فهمتني. ما قلك علي شي، 27 سنة قلك تركتيني، ما قلك حق تطلبي مني شي. انا هلأ خطيارة مكبوبة بمأوى بكندا، ما تتخيل كيف صار شكلي متروك من ولادي وجوزي مات. بس خليني براسك صبية مثل وقت ما تركتك. كل اللي جاي يقلك ياه اني ندماني كيف تركتك، مش عم يطلع صوتي بقى لقلك ياها. وانا بحبك، بحبك كتير، انت ابني بالنتيجة. بس جوزي ما عاد خليني اشوفك ولا سمح لي اسأل عنك حتى، كنت اعرف اخبارك بالسر. سكتي بشرفك، سكتي. انا مثلك وقعد بالحب فجأة، بس انا ما عندي ولاد. بيك ما ترك لي مجال له شو بني، هملني نساني وانا مرة عندي احاسيس. انت ام عندك ولاد. المرة اللي فيي غلبت الام، اجا شخص منيح اخذني وراح. لو كان منيح عن جد كان تركك تسألي عني. كان يغار منك، بيعرف أنا شو بحبك. وإنت كيف ضيانتي؟ مين قالك ضيانت؟ ليالي بتشهد شو بكيت بحرقة، ندمت كتير وما عاد فيي أرجع لورا، ما عاد فيي أهرب مرة تانية. وأنا شو ذنبي؟ كنت بحاجة لي كتير بهداك الوقت وبعدني. أنا جاي أقلك إنه مش ضروري تسمحني، بس على القليل فهمني. إنت هلأ بتحب، عم بتغش صديقك وتخون مبادئك وتجن جنون الحب الحلو. أنا صار فيي نفس الشيء، ما تسمحني بس فهمني. اللي عنده اولاد ممنوع تبدي شيء عليهم والا ما تجيبهم. نحن ناس، انا غلطت وكلتك عم بدفع ثمن غلطتي لاني تركتك. اذا بتوعدني انك فهمتني فيك تشحطني من راسك ولا الابد. ريحني. اطلعي لبرا، اطلعي لبرا وللأبد. خليك فيي انه انت اكتر حدا حبيته بحياتي، اكتر من كل الباقيين، لاني حرمت حالي منك. بس شو
شو بيشيلك من قلبي؟ في حدا رح يشركني قلبك ورح يغلبني؟ حدا عرفك على فرويد؟ قويك على مشكلتك؟ حدا خبرك قصص شكسبير بنهايتها الواقعية؟ حدا غير لك حياتك؟ رجعتك على المدرسة ورجعت نشيط تركض مثل قبل بس تعرف انها جاية؟ بسطت رجع مش الوقت عندك طمنتني، صار فيه روح بسلام على كندا. وين رايحة؟ رايحة طمن حالي بالمقوى انك فهمتني، لانك ضعت مثلي بمفهوم الالتزام، بس الفرق انه انا غلط. وانا فهمتك هالمرة. رح قلك باي. مبروك الكيس حبيبي، انا فخورة فيك. ماما ما تتركيني وحدي. مش وحدك، صار يتواصلي. شد حيلك يا شاطير. كيف رح تروحي؟ انا بوصلها حصاني. ماشي. بودعك للابد يا صديقي، ما بقى رح تعوزني، بس انا رح بعوزك من وقت لوقت. شو فضل عندك ادوية؟ في اخدون؟ لا، في صديقي رح يعوزهم بعد شوي، هو ابدا منك. دمار جاء مطرح ما كنت. ما زهقت بهالنص بزبالي، ما عم بيلمونا تنغير جو، طلعت راحتنا. الو الو باخوش، خبروني عم تكتب فيلم حلو. ايه نعم استاذ، عم بكتب ترو ستوري، قصة عم تصير معي هلا. عجبني الموضوع وين صرت بالكتيبة. يعني بعد عندي النهاية، مش عارف كيف بدي انهيها. نهاية سعيد يا بدنا نبيع. ما هي نهاية سعيد الأبطال. والشرير بيخسر طبعا. ما المشكلة إنه منو شرير. شو ما كان، خلي الأبطال يتجوزوا بالآخر. يعني بعد مش آخذ قرار، بده يخسر يا حبيبته يا صديقه. لا، يخسر صديقه أكيد، بدنا بوس بآخر الفيلم، شو ببوس صديقه. يلا بتاع السريع لنبلش نصور. ان شاء الله خير. شو رح تسميه؟ عفكر سميه مع الوقت استاذ. ايه بس ما تاخد كتير وقت، احسن ما يصير اسمه مع الوقت يمكن. لا بقى، لان بيصير يمكن انجو يمكن لا، ومنرجع خير بغيره. لا دخيلك، ما نتجوز قريبا. فاذا شد حالك وعمول اللي عليك، انهي لها الحكايه بقى وافتح الباب، باب الشغل. روحانا جيت؟ ولو هلقد بدت الواحد يفتح الباب؟ كيف بالحمام؟ كيفك يا صديق؟ منيح، وين اللي؟ عم تصف السيارة. عود لا، ما كل الوقت قاعد بالطيارة، خليني وقف شوي. اسمع مني عود، لأ بعد شوي مش هعود فيك توقف. أولك هيك؟ ما هو من أولي رح يصير فيك هيك. جيب لنا نيلي كادو مع النسوايد، غير شكل دبدوب نايم. بشرفك مش حلو؟ دبدوب فهمنا، بس ليش نايم؟ لا أنا دبدوب بتعيط لي. عارف حالك نايم يعني؟ لا هيك بصير انت دبدوبين، واحد نايم. خلينا على دبدوبين بعدين بنحكي بالوضعيات. جبت لك ناف الدين بنوش كلب. كلب؟ يطول عمرك صديقي. لان الكلب وفي، رمز الوفا، وانت ما في اوفى منك يا صديقي. انا ولا اكلب من هيك. لا حسيك ليك ما اهضمه ليك، قل له بونجور لعمه ماخذ. بونجور عمه، يغزل العين. مربوط؟ لا عم يحكيك، عم يقول لك بونجورين، رد عليك. شو بدي اقول له؟ خيلا شيء، ليك ما اهضمه ليك. عمه ماخذ. كيفك يا كلب؟ كيفك انت؟ كيفك؟ يطول عمرك. شو قال هلا؟ عمرك يطول. خلي لي اياك يا ادم انت ولك. هو بلش، هو بلش والله. هو الحمد لله على سلامة. الله يسلمك، طمني كل شيء تمام؟ ان شاء الله، مفروض يضل هيك. في بعيونك حكي مبين علي؟ ايه روحانا باخذ بدي اقول لك شيء. خير ما تقول لي. هو يا ريت فيي ما اقول لك، بس رح اقول لك. ما تقول لي ليتا. هو يا ريت فيي ما اقول لك، بس رح اقول لك. عجبتك شيء وحده روحانا؟ حوحو لما انت سافرت من غير شهر، انا ونلي او نلي وانا، ايه اشتقنا لك كثير، استفقدنا لك بغيابك حبيبي. صرنا انا ونلي او نلي وانا نظهر سوا. بعرف لتعرفك عرفتها. بعرف صرنا كل ليله نظهر سوا تقريبا. بعرف لتطلعك من الدبريسيون. وفعلا هيك صار، طلعت انا من الدبريسيون. تفضل حضرتك، صار دورك تفوت. ما فهمت. روحانا لبك تركز معي وتروق لي خدودك وتسمعني منيح، سامع؟ ايه. وهلا سامع. رح لك شي تريزا تريسون سان سان، وبعتقد صفوة لبان انك تعرفه. يلا باخذ حكيك. شوف زومبري. خلصني بقى اقول. روحانا to be or not to be there is this questions، يعني بالعربي ما بقي من العمر اكثر من ما مضى. خلصني حكيه مني. تعيست الحظ. تعيست الحظ تعرفها، بتعرفها منيح. بعرفها مني. روح أنا، الحياة مدو جزر وأوقات جزر على الحل. بخص ما بقى تحرصني. بعد ما بلش تحرقص. طيب شو أول حرف من اسمها؟ أول حرف من اسمها نون. نون؟ نون. نهار بتعمو عيسى؟ لا. نريمان بتعمو رجا؟ لا. طيب مين؟ نو واي تجي على راسك. طيب تاني حرف؟ لا عم هيلك إياها كتير هيك. بليز حلوة اللعبة عجبتني. تاني حرف يه. نون يه؟ يه. ني.
نيل خليك عنيتك سمع مني. طيب ما تحرف. لا اركب لك شالي روحانا. بشرفك ما تحرف واحد، حط لي حرف واحد بس. لا مضربت نايم. نيل؟ شو هالاسم هذا نيل؟ بعد في حرف. حط لي ايه بشرفك. ما هيدا ايه؟ شو؟ اخر حرف ايه؟ نيلي؟ لا فست ايه؟ ما قلنا لك لا مضربت نايم؟ اه ايه نيلي 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 اسمها نيلي اسمها نيلي على اسمي. شو بتشتغل؟ معلمة فرنساوي. كمان؟ وني؟ عيمينك. عيميني؟ في نيلي عيميني بس. بعتقد ما قصرنا فيك. اسمها نيلي ومعلمة فرنساوي وعيمينك، مين بتكون؟ شو عيلتها؟ اللي شو بعمل فيك؟ بقبرك يعني شو بعمل فيك؟ روحانا أنا وباقص منحب بعض وعم نظهر سوا صرنا فترة ولازم نقول لك صفو لبن وبدنا نتجوز قريبا. يخرب ذوقك يا باقص. أنا الحقيقة مد وشزر وويت مد على الحل. عم تمزحه؟ أنا لا ما بعرف هي عم تمزحي؟ لا لا بقول لك ولك كيف تعمل هيك؟ كيف تعمل هيك؟ روحانا الحقيقة مد وشزر. كيف تعمل فيها هيك؟ بدك تتجوز خلاص؟ روحانا روح هلا بيفلتوا خدودك روح. ولك كيف تعمل فيها هيك؟ طب ما هيك صار طيب. وأنا شو؟ سوري إني حبيتها. ولك كيف بدك تتجوز؟ سوري إني بتجوز خطيبتك. أنت كيف تعمل فيها هيك؟ كيف يعني؟ أنت كيف تتجوز؟ أنا؟ إيه أنا بهمني أنت ومش عم تنتبه يا صخرة. نعم صار لي ساكت كل العمر بس هلا خلاص وصلت لحدا طبع الكيل. أنت واحد قاسي وخاني وأنت عم تجلس خلاص ما ما فهمت عليك روحانا. صار لك سنين مش فاهم يا بلا احساس. ولك انا خطبت تمويه لسكت اهلي. انا كل حياتي انت ولا تتجوز يا وطي. روحانا الحياه مد وجزر وانا ما كنت حاسس. انت شو بتحس؟ ليش انت بتحس؟ كل حياتي وراك على الترامس وانت مش منتبه. أنا فيلير. لوين؟ رايح ضوي لحالي أخ من أخاف وليد واحد ستاش. سمعت اللي أنا سمعته؟ أنا كنت حاسة بس ما بدي حد بدمتي. مش عم صدق. شفت ما هي أنا؟ نالي سؤال. شو؟ Do you marry me؟ أبك لزير. طيب مي do you marry you؟ بس بدون عرس لأن معش معي امشي. كل بدك إيه؟ وبدون عريس لأن معش في امشي. تزوجنا ونيلي ورزقنا بأولاد وعشنا حياة مليئة بالدفء والحنان والإخلاص وكبرنا معا. زوجنا أولادنا. هي سبقتني حيث الحرية وأنا بقيت وحيدا أكتب ما بقي من ذكريات جميلة. وبعد شهرين من زواجنا أنتج فيلم قصة حبنا وفشل فشلا ذريعا في الصالات مما أجبرني على العودة للعمل كمونولوجيست لأستطيع تربية عائلتي. هيدي هي حكايتنا حبيتها وإن ما حبيتها خلصت خلصت قصتنا وأنا بحبك خبيتها. مع الوقت كل شي بيتغير مع الوقت يكبر الصغير مع الوقت كله بيبين يا بيصعب يا بيصفي هين. عشت بسعادة كبيرة ومشى عقرب الساعة بسرعة فائقة ولكن عندما عدت وحيدا عجوزا كل ليلة قبل النوم أرد العقرب إلى الثانية والربع مستفقدا قصص أمي. ما فيك تكذب على الوقت الوقت على الخالق بيمون والزمن كفيل يغربل من ما كنت وشو ما تكون. هيدي هي
حكايتنا انحبيتها وما حبيتها خلصت قصتنا.